الشعب العراقي الثائر، إن سلطة الأحزاب لا زالت تصر على فسادها واستخفافها بدماء الشهداء وتعليمات المرجعية الدينية الرشيدة، بمحاولتها تمرير مرشحها قصي السهيل وغيره المرفوضين من قبل الشعب العراقي. وإننا بدورنا نحذر من الاستخفاف برغبة الشعب، وسوف تكون للعراق ولأبنائه السلميين كلمتهم الحاسمة بمسيرات مليونية سلمية، تعبيرا عن رفضهم وغضبهم لما تقومون به من استفزازات تلبية لإملاءات خارجية. ونرفض كل من يتكلم ويمثل دماء الشهداء ويريد أن يركب الموجة. ونؤكد على أن الشعب العراقي هو الكتلة الأكبر، رحم الله شهداءنا والشفاء العاجل للجرحى.